طيب الامر الاخطر، هي الدوله العثمانيه قامت على عثمان بن ارطغرل وسميت الدوله العثمانيه بايه؟ بالتوريث ولا بالحكم اللي يختاره الشعب؟ لا لا لا، ما كانش فيه ده. بالتوريث. استمرت كم سنه؟ من 1299 عندما اعلنت، وفي دخولها لمصر 1517، يعني هم قعدوا حوالي 200 سنه ما قدروش يخشوا على مصر، مصر كانت عصيه عليهم، الى ان جاء سليم الاول ودخل مصر. فهم قعدوا عندنا 400 سنه، وعلى مستوى العالم قعدوا 600 سنه على مستوى العالم، بكله بالتوريث. ولما جم المصريين في 1805 طلبوا من الباب العالي ان يجيبوا لنا حاكم قوي زي محمد علي 1805، فصدر الحكم باعتبار ان الحكم لمحمد علي ولأولاده. كل ده واحنا لا نسمع لا نرى نتكلم، امر طبيعي وامر عادي. يعني شفت، طب خد بقى في التوريث، هو التوريث في الدولة الديمقراطية الأولى على مستوى العالم هي مين؟ مش بريطانيا؟ مش بريطانيا الحكم فيها ملكي، والملكي فيها توريث ولا مش توريث؟ كحكم ملكي، لكن لا يمنع هذا وجود الديمقراطية. يعني وجود نظام ملكي، وجود نظام جمهوري لا يمنع وجود الديمقراطية، الديمقراطية الحرية وإعطاء السيادة للشعب. يعني بس عايزين نوضح للناس ان حضرتك ما بتقولش كده عشان انت مؤيد للتوريث، هيك بتتكلم عن تاريخ التوريث. طبعا، مش انا قلت اول جمله لست مع التوريث؟ معلش، انت عارف حضرتك هيقصوا ومش هيجيبوا لست مع التوريث ويقولوا سعد الهلالي. اول جمله قلتها عنوان لليوم السابع وغيره، ان سعد ليس مع التوريث، ولكن من جانب التعليم العلمي والتنوير لبيان المشاهدين والمشاهدات يعرفوا ان التوريث من. خلينا ننتقل لموضوع الجيش. حاضر، بس فكرة موضوع التوريث، في عندك نظام المملكة على مستوى اليابان، أليس نظام إمبراطوري وفي أسبانيا، ده مش أمر توريث؟ يعني إذن أمر التوريث مش عيب إلا إذا أردنا أن نتخذه عيبا، أليس كذلك؟ وهكذا. إذن مسألة التوريث ديت لعبة يرفعوها عندما يريدون ويخفضونها عندما يقولون. كالعادة حاجات كتير يعني. أما قولهم بأن مصر كانت من غير جيش يوم دخول عمرو بن العاص في سنة 21 هجرية، أعتقد أن ده أمر يخالف المنطق الطبيعي ويخالف من حكى عن مصر. يعني مثلا في حديث أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف، الدارقطني بالمناسبة مات 385 هجرية، بغدادي مش مصري، بغدادي. التاني ابن عساكر، ابن عساكر ده اتولد في غزة ونشأ في دمشق وألف كتاب اسمه تاريخ دمشق، مات 570 هجرية. قل لي أدا واحد من الشام وواحد من بغداد. ولا العجلوني اللي هو أيضا من دمشق اللي مات 1262 هجرية، ألف كشف الخفاء وأتى بهذا الحديث عن عمر بن الخطاب، بيحكي عن سيدنا رسول الله ان سيدنا رسول الله بيقول اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فانهم خير اجناد الارض. فقال ابو بكر الصديق لما يا رسول الله انهم خير اجناد الارض؟ قال لانهم في رباط الى يوم القيامه، وفي بعض الروايات لانهم وازواجهم في رباط الى يوم القيامه. اذا سيدنا النبي اعتبر ان خير اجناد مين؟ مصر. بقي ان اسال سؤال، هو إذا فتح الله عليكم مصر إذا فيه جيش بيدافع ولا فيش؟ أكيد. فإزاي أجناد الأرض إزاي وهي ما فيهاش جيش؟ الأمر الآخر والأهم، هو مش أنتوا يا إخوانجية قلتوا على المنابر مرارا وتكرارا إن كل لما صحابي ولا حد من المسلمين يفتح دولة يقوم يقولوا كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، كنا فقراء فأغنانا الله بالإسلام، كنا ضعفاء فقوانا الله بالإسلام؟ طيب مصر ما جتش غير جيش وبقت لها جيش بالإسلام، زعلان ليه إن يكون لها جيش بالإسلام؟ زعلان ليه إن يكون لها شرطة بالإسلام؟ زعلان ليه إن يكون ليها مؤسسات بالإسلام؟ وعند تعالى نسأل سؤال، هو سيدنا رسول الله كان له جيش نظامي؟ ما كانش له جيش نظامي، كان الجيش بتاع سيدنا النبي عبارة عن جيش مؤقت لحالة ثم يتم انفضاضه ويتكون من جديد. يعني يبتدئ عندما ينادي سيدنا رسول الله بالهم في المقاتلة لأمر والإعداد له، ثم عندما يعودون يتم التفكيك لكل شيء، ثم يتم إنشاء جيش جديد. كان النظام المتبع على مستوى العالم، وكان أيضا في مصر كذلك لحد ما جه محمد علي. أول حاكم يحكم مصر ويقرر
أن يكون الجيش دائم من أبناء المصريين. وليه ملابس رسمية وليه كل شيء؟ وجوبي. يعني إيه وجوبي؟ يعني بمجرد ما الشاب يصل لسن التجنيد إلزامي لازم يروح التجنيد. تجنيد إجباري. تجنيد إجباري. ومنه فيه أصبح المصريين منه فيه، ثم تطور الجيش طبيعي بقى له رئيس أركانه وبقى وهكذا وهكذا، وتطور مستمر. يعني أعلم أن جيش مصر في كل سنة بيتجدد على مستوى العالم، بيشوف إيه القمة على مستوى العالم ثم يأخذ من ذلك. ده اسأل كده الطلبة اللي بيخش كلية حربية، اسألهم كده ولادنا، ولادنا صغيرين دول اللي سنهم 18 سنة بيمتحنوا كم امتحان، منه امتحان نفسي ومن امتحانات متعددة عشان يتم الاختيار الشخصية المتزنة، الشخصية اللي هو ضرة المصريين من أولادنا المصريين. النقطة دي جيدة جدا، عايزين نكمل فيها، نطلع فاصل إعلاني ونرجع.